الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم حبايبي ومتابعين مطبخ حواء. النهاردة هنعمل مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل. أنا عارفة إن كلكم شاطرين طبعا وبتعرفوا تعملوها، بس أنا هعملها النهاردة بطريقتي الخاصة. أنا بعملها بالطريقة ديت والله، وبتطلع حلوة خالص، وولادي بيحبوها جدا جدا، وبتبقى حلوة وجميلة، ويعني ومش ولادي بس، يعني أنا عملتها قبل كده كتير في عزومات وعند ماما وكده واخواتي، وكلهم برضه بيحبوها، حتى أي حد بياكلها من إيدي بيقول لي بصراحة تحفة، تسلم إيدك. إحنا هنجربها بالطريقة بتاعتك. تعالوا مع بعض نشوف. طبعا أول حاجة مكونات مكرونة، لازم مكرونة، دي مكرونة قلم أنا جايباها، صينية عندي كبيرة أنا بعمل فيها دوت كيلو وربع يا حبايبي. هنا دي مكونات البشاميل. البشاميل اللي معايا طبعا عندي ما بيحبوهاش باللبن، ودي برضو بتكون كويسه للناس اللي مش بتحب اللبن، او الناس اللي ما بتفضلش، يعني اللي بتحبش تشرب اللي هي الالبان عامه او الجبن او اي حاجه، بتعملها بالشوربه. دوت لتر شوربه، دي شوربه لحمه انا مصفياها من الفلفل والورق اللورة وكل حاجه، وحطاها عشان اعمل بيها البشاميل. وديت 7 معالق دقيق، 7 معالق الاكل الكبيره. هنا دي بقى مكونات اللحمه المفرومه. انا بيكون ليا تكنيك خاص بصراحه في اللحمه المفرومه، انا بعمله بيها، محدش بيعمله زي ما انا بعملها كده. هي عامه بيعملوها على الصاج بالبصل واللحمه، وان كانت معاها التوابل كده وخلاص، لكن انا بحب احط لها زياده. طبعا دي اللحمه المفرومه، ده 1/2 كيلو من اللحمه المفرومه. هنا دول بصلتين كبار انا فرمهم في المفرمه. معايا بقى هنا اللي انا بحب احطها عليها بعد ما بعصج اللحمه، بحب احط لها هنا دول 2 حبات من الطماطم انا فرماهم فرم، مش مبشور، مش مضروبين في الخلاط، يعني ممكن تبشريهم بالمبشره، لو عندك كبه ممكن تفرميهم بالمفرمه عادي. وكمان هنا حته دي برضو التكه بتاعت زياده، انا بحب افرم برضو بصله جزرايه مع بصله تاني صغيره مع حبه من كل حته، يعني فلفل الوان، باخد حته من الاحمر على الاصفر على الاخضر على قرن شطه، وبضربهم مع بعض وبحطهم برضو بعد ما بعصج اللحمه. دي المكونات، البهارات والتوابل بتاعت اللحمه المفرومه. هنا دوت جنزبيل، هنا مكعب مرقه، قرفه، حبه ملح، بابريكا، فلفل اسود، كزبره ناعمه، وورقتين لورا. دلوقتي هنروح نعمل، نبدا باول حاجه هنعصج اللحمه المفرومه مع بعض. تعالوا نشوف اللحمه واحنا بنعصجها. دلوقتي يا حبايبي هنكمل بقيه المكرونه. هنا ديت اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه. انا حطيت هنا 2 معلقة سمنه. هنحمر اللحمه، هنحط اللحمه الاول عشان تنشف وتشرب الميه، كل الميه اللي فيها كده لازم تسمع الطشه دي كده عشان اللحمه ما تنزلش ميتها. انا بحب احط اللحمه كده الاول. في ناس بصراحه بتحط البصل مع الاول، انا ما بحبش احط البصل، انا بحب احط اللحمه الاول تنشف وتسيبها كده ما تقلبيهاش عشان ما تلزقش مني، وتهدي عليها كده شويه، وانت معليه النار خالص كده زيها، انا كده معليه عليها النار، هيهدي كده شويه وهسيبها وهعمل البشاميل. بعد ما حطينا اللحمه هنكمل مع بعض، هنعمل نسيب اللحمه لغايه لما تتشرب الميه بتاعتها او تنشف. بعد كده هنحط الدقيق نعمل البشاميل. ده الدقيق، وهنا حطيت 3 معالق سمنه في الحله معاهم 2 معلقة سمنه بلدي عشان تدي طعمه للبشاميل. هننزل الدقيق الاول، هنتاكد ان لازم نتاكد ان السمنه بتاعتك اتقدحت خالص عشان تحمص معاكي الدقيق كويس. والله يا حبايبي المكرونه دي طعمها جميل فعلا، وبتبقى حلوه. اي التريكات بتاعتها، ايوه فيه الناس اللي بتحبها باللبن وبتحبها، انا كمان في تريكه هعملها، هحطها للمكرونه بعد ما بتتسلق. في ناس كتير ما بتحبش تحط، ما بتعملهاش كده، بتعمل المكرونه بيضه. انا هوريكم انا هعمل ازاي، وهحط المكونات كلها على بعض ازاي ان شاء الله في الفيديو، وهتعجبكم الطريقه باذن الله. هنا بقى استنى كده خلاص سخنت، هنحط الدقيق فيها كده وهنفضل نقلب الدقيق مع بعض لغايه لما الدقيق يتحمر. تفضلي تقلبي في الدقيق، تبقى ايدك في الدقيق كده على طول علشان الدقيق ما يلسعش منك ويغطي ويبقى لونه يبقى غامق كده ووحش.
كده اهو، تبقى عيننا على اللحمه كده نشوفها، نتابع اللحمه نقلبها عشان ما تلزقش. شايفين؟ مش هقول لكم اللحمه كده اهو نزلت الصوص اللي فيها اهو، عشان تنشف اللحمه وتفرول معاكي وتبقى كويسه. حمص اللحمه الاول كده اهو، فروليها وكمان نشوف البشاميل على طول كده تقلبي في الدقيق. هكمل تقليب الدقيق واللحمه لغايه لما اجي احط لها البصله وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي اللحمه اهي فرولت ونشفت معانا، شايفين بقت عامله ازاي؟ بقت واحده بواحده كده اهو، زي كده زي ما انتم شايفين. حمر كده اللحمه في السمنه، اسفه اهي. هنحط لها دلوقتي البصل، هنزل بالبصل كده اهو. هنسيب كده البصل برضو يتحمص مع اللحمه شويه، ونهدي عليها كده سنه، ونكمل البشاميل مع بعض. كده هنكمل البشاميل مع بعض اهي. الدقيق كده اتحمص في السمنه اهو زي ما انتم شايفين كده، لازم يبقى بالشكل ده اهو، شايفين كده اهو، يبقى زي كده خلاص. بعد كده هنبدا نطشه بالشوربه اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه كل ما تقلبي فيه هو بتدخل، تقلبي فيها كده على طول. لازم الاول تتاكدي ان الدقيق بتاعك كله داب كده في الشوربه اللي انت كفيتيها، ومفيش فيه اي طلعت كده لكليك كده من الدقيق ولا اي حاجه، ميكونش الدقيق كتل معاكي. بعد كده زودي بقيه الشوربه بتاعتك اللي انت حطاها وقلبي تاني. هكمل تقليب البشاميل واظبطها وارجع لكم تاني. ثلاثة كده يا حبايبي، البصله هي دبلت كده مع اللحمه زي ما احنا شايفين. بعد كده طبعا هنحط ايه؟ التوابل. هنا هنحط البابريكا، فلفل اسود، حبه القرفه، الكزبره واللورا. طبعا مكعب المرقه دوت هنفركه كده اهو، والجنزبيل، الملح طبعا مش لازم تحطيه كله، هحط حبه كده من الملح وادوقها واشوف بعد كده ايه. لو احتاجت مني تاني هحط لها حبه ملح تاني. اقلب التوابل الاول دي كده كلها في بعضها. الله على الروايح اللي بدات تطلع، ما اقولكوش جميله. فعلا بجد لو قشيتها روعة روعة، تستاهل بقكم كده.
كده اهو، قلبنا التوابل كده في اللحمه والبصل كلها. بعد كده بقى هنحط دي البصله اللي انا قلت لكم عليها، بصله صغيره مع جزرايه مع حبه فلفل الوان كده، وفرمهم مع بعض في المفرمه. هنحطهم وننزلهم برضو كده في المرحله دي ونقلب. تصدقوني بتدي طعم برضو حلو خالص خالص وجميل، ومحدش بيحس بطعم الجزر ولا الفلفل الالوان ولا اي حاجه فيها. في نفس الوقت بتدي طعم وبتدي فايده، يعني الجزر منه مفيد جدا جدا لاولادك لو في حد عندك مش بيحب الجزر الاصفر. كمان الفلفل الالوان، كل فلفل وكل لون منه سبحان الله، كل لون بيبقى ليه فايده معينه وفيتامين معين بيستفيد منه الجسم. انت كده بتبقي دخلتي طعم ودخلتي فايده للحمه بتاعتك. هنسيبها برضو مع بعض كده 5 دقايق تاخد وتدي مع بعضها، وهنرجع لها تاني هوريكم البشاميل اللي هي حبايبي. بصوا بعد ما خلصتها حطيت لها بس يدوب حبه فلفل اسود، خلصتها كده وخلصت عليها الشوربه اللي انتوا كنتوا شايفينها، شايفين تفضلي تنعمي فيها كده لغايه بصوا بقيت كريم ازاي كده. دي البشاميل بتاعتنا اهي خلصت خالص، انا طفيت عليها وخلصتها كده اهو اهي. يلا طفيت عليها، هنخلص كده يبقى كده خلصنا البشاميل بتاعتنا اهي. هنخلص بقيه اللحمه المفرومه، وهحط المكرونه على النار تتسلق وهرجع لكم كده. يا حبايبي اهو اللحمه اتسبكت مع الحاجات اللي احنا حطيناها معاها تتبيله. هنحط بقى الطماطم ديت اللي انا فرماها، محدش طبعا زي ما انا قلت لكم دي كلها تريكات من التريكات بتاعتي انا اللي بعملها في صينيه المكرونه. محدش لا بيحط جزر زي ما قلت لكم، التريكات دي بتاعتي انا الصينيه بتاعتي المكرونه على طريقتي. محدش بيحط اللي هي الجزر والفلفل الالوان ديت معاها، وكمان انا بحط لها بيحبوا يخلوها اللحمه العصاج لوحدها، بصل ولحمه وخلاص على كده، وبيحطوها في قلب الصينيه. لكن صدقيني كل الحاجات اللي انا بحطها دي بتدي تطعيمه وتخليها طعمها حلو وجميل خالص. هنحط من الطماطم المفرومه دي كده اهو، هنحط كده اهو الطماطم المفرومه دي، طماطم مفرومه لا هي مبشوره بالمبشره ولا كمان تقطعها بايدك، انا فرموها بالكبه كده اهو، وهتقلبيها مع اللحمه. انا هحطهم كلهم صراحه، هما مش كتار، انا كنت فاكره ان هما يبقوا كتار على اللحمه بس هما مش كتار. انا هحطهم كلهم وهقلبهم كده مع اللحمه. كده اهو، وهغطي اللحمه وهسيبها تاخد وتدي كده مع بعضها 10 دقايق، وهشيلها من على النار، وهكون سلقت المكرونه والبشاميل اللي عملناها، وهنرجع مع بعض نظبط صينيه المكرونه البشاميل. استنوا كده يا حبايبي، نكون خلصنا سلقنا كده المكرونه وخلصنا اللحمه والبشاميل. البشاميل اللي هنا قبل ما بحطه انا بحطه هنا على المكرونه، بكسر عليه بيضتين كده اهو، انا بكسر 3 بيضات، 2 بحطهم على البشاميل نفسها، وبحط واحده على حبه طبعا تاني شايلاهم للوش بتاع الصينيه كده اهو. كده كسرت البطين على البشاميل، هحط عليهم حبه فلفل اسود كده صغيره وهقلبهم في البشاميل كده اهو. طبعا يستحسن انك هتحطي البيض بعد ما تكون البشاميل هديت، لان انت لو حطيت البيض والبشاميل سخنه البيض هيستوي معاكي بسرعه فيها، مش هيتربى في البشاميل زي كده. كده اهو البشاميل البيض اتربى معانا كده في البشاميل، مبقاش فيه كده ايه اي حاجه. هنا بقى معانا المكرونه زي ما قلت لكم انا بعملها بطريقتي انا. الناس بتحط المكرونه كده بتخلط عليها البشاميل وبتروح رصاها في الصينيه، انا بحب احط كمان على المكرونه بديها
حبه صلصه كده زي كده اهو، دي صلصه عاديه خالص، ده انا كنت طبعا انا مفرزاها في الفريزر عشان كده ما عملتهاش معاكم. هنعملها ان شاء الله مع بعضينا. دي طماطم عادي مضروبه في الخلاط مع معلقه سمنه في الطاسه، وتشيها وتسيبيها لحد ما تتسبك خالص، تاخد التسبيكه بتاعتها مع مكعب مرقه، وبسيبها تهدى وبعينها في الفريزر. هي دي كده الصلصه، انا طلعتها وسخنتها، هحط منها كده على المكرونه بتاعتنا، اقلبها، ولو عايزه تاني هحط لها. بسم الله. كمان هحط بالمره عليها البشاميل بتاعي اللي انا ضربت عليه البيض كده اهو، وهقلبهم مع بعض، هقلبهم في على المكرونه كلها، واخلي المكرونه تتشرب بالصلصه والبشاميل دوت، ونرجع نحطها في الصينيه. بدأ كده يا حبايبي، نكون لفينا المكرونه بالصلصه اللي انا بعملها، والبشاميل اللي انا حطيت عليه البطين، وده باقي البشاميل انا ضربت عليه اللي كنت شايلاه، ضربت عليه البيضه الثالثه اللي كنت هشيعها، ده عشان الوش. هنحط هنا نص المكرونه، هنحط الصينيه من تحت، وبعد كده هنحط اللحمه المفرومه. والصينيه هنا انا دهنتها بالفرشه كده اهو، بطنتها بالسمنه عشان طبعا المكرونه بتاعتنا ما تلزقش فيها، تتبطنيها كويس بالسمنه. المكرونه كمان انا سويتها 3 ارباع سوا، ما تسويش المكرونه سوا كامل، لان انت لو سويتيها سوا كامل هتعجل منك بعد كده. زي ما انت شايفه المكرونه كده اهي لسه واحده بواحده، سويها 3 ارباع سوا بس عشان خاطر لسه هتقعد في الفرن، هتقعد في الفرن ساعه كامله، من ساعه الا ربع لساعه، لغايه ما اللحمه تاخد مع المكرونه والوش بتاع المكرونه كده يحمر ويبقى جميل كده. تظبطي كده المكرونه وتظبطي الزوايا كده بتاعه الصينيه، تدوسي على المكرونه كده عشان تبقى طالعه مظبوطه معاكي، وتبقى طالعه معاكي الخرطه الخرطه كده. تظبطي كده لو في اي فواصل كده في النص تظبطيها كلها، بحيث تبقى كلها سوا واحد كده اهو، وتبقى كلها في ارتفاع برضو، الارتفاع بتاعها يبقى متساوي كل واحد، متبقاش حتة عالية منك وحتة تانية ايه فاضية كده. تظبطي كده حتة حتة كده اهو، دوري كده داير كده داير، ما يدور كده على الصينية كلها. كده تمام، في حتة هنا كده اهو ظبطها. احط بقى اجيب اللحمه المفرومه واحطها، دي اللحمه المفرومه هي يا حبايبي اللي احنا عملناها مع بعض. شيل كده ورق اللمبه دوت، نبدا ننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا، لو في اي ورق لورا او اي حاجه تشيليها على جنب طبعا عشان تسيبيها تنزل على اللحمه. شايفين اللحمه بقى شكلها عامل ازاي بعد ما حطيت الطماطم والخلطه اللي انا هحطها اللي قلتلكوا عليها في الفيديو؟ شايفين يا حبايبي اللحمه والله ريحتها جميله جدا جدا جدا. هبدا كده اسوي اللحمه في الصينيه، برضو تظبطي اللحمه، تحاولي تظبطيها بحيث ان تبقى كلها ايه زي بعضها كده اهو، مش في حتت فيها مثلا لحمه حتت ما فيهاش، حتت فيها حتت كتيره مثلا وحتت تانيه خفيفه. حاولي كده تمشي ايديكي كده اهو، تلف الصينيه معاكي لغايه اما تظبطي ايه الصينيه كلها.
اهو تفريد اللحمه على المكرونه وتضغطي كمان كده وتحطيها كده. نبقى غطينا طبقه المكرونه كلها اللي تحت كده كده اهو. عملنا طبقه من اللحمه جميله وشهيه. نكمل بقى بقية المكرونة على الوش. بسم الله. كده تملي الفراغات كلها الاول بتاعت الصينيه وتغطي اللحمه اللي انت حطيتيها. تملي كده الفراغات الحتت اللي تحسيها خفيفه عندك بالمكرونه تمليها كده تظبطيها الاول. غطي كده المكرونه كل حته كده اهو زي ما عملنا برده في الطبقه اللي تحت. وتبداي بقى تضغطي عليها بالمعلقه اللي معاكي كده اهو تسويها تضغطي عشان المكرونة تضغط وتنام كده على بعضها. تضغطي كده تضغطي كده زي ما قلتلك لو حاسة ان في حتت مش متظبطة تظبطيها. ماشي كده اهو تظبطي عشان الصينية بتاعتك في الاخر تطلع كاملة متكاملة ان شاء الله. كده اهو ظبطنا كده الزوايا بتاعتها مفيهاش حاجه فاضيه ولا اللحمه كمان باينه معانا كلها اتظبطت كده. كده حبايبي خلاص ماشي كده بقيت تمام 100 100. فاضل بقى هنجيب ايه البشاميل بتاعنا زي ما قلت لكم. البشاميل انا حاطه عليه هنا بيضه وربيتهم مع بعض وبرده معاها معلقه فلفل اسود. هنا دي الصلصه اللي انا حطيتها على المكرونه، انا بحب اخد منها معلقه كده صغيره صلصه متسبكه شايفه ازاي، بحطها مع البشاميل بتديها طعمه جميله وبتديها لون خطير على الوش. هتجربي وهتشوفيها هتشوفيها كمان بعد ما نسويها هتشوفي شكلها بيبقى عامل ازاي كده اهو. جربيها كلها كده اهو كمان عشان البيضه تاكدي ان كده كلها خلاص اختلطت بقت كده اهو شايفين. بنزلها على وش المكرونه البشاميل معلش تاجي ظبطيه بقى كده اهو سويه كده بالمعلقة كده. بحيث الصينية كلها تتشرب كده اهو الوش بتاع ال مكرونة كده اضغط كده اهو برضو اضغط كده على المكرونة عشان البشاميل بتاع الوش ينزل ما بين المكرونات كده اهوت على سطح الصينية كده. وساوي اضغطي وساوي مكان ما بتضغطي. بعد كده بقى كمان يا حبايبي انا بحط على الوش بتاعها كده بعد ما سويناها ماشي
انا عندي هنا دي زبده صفراء انا مسيحاها، فبحب احط على الوش كده اهو معلقه زبده. بس كده اهو، وبمشيها بالمعلقه كده كده على الصينيه. بس كده بظبط الصينيه بتاعتي، بمسح الحواف بتاعتها كده لو فيها اي حاجه بظبطها كده كده. وبكده تكون خلصت معانا صينيه المكرونه البشاميل. هنسويها هندخلها الفرن، انا مولعه الفرن من قبل ما ابدا اشتغل فيها. هدخلها على الفرن على الشبكه اللي تحت الاول الفرن على طول لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده برفعها على الرف اللي في النص لغايه لما تكمل بقيه السوا بتاعها. هسويها في الفرن وهوريها لكم وان شاء الله تعجبكم الكل. كده انا هدخلها زي ما قلت لكم كده اهو الفرن. انا حاطه الشبكه بتاعه البوتاجاز في الارضيه بتاعه الفرن، هحطها عليها لمده 10 دقائق او ربع ساعه، وبعد كده هرفعها في الرف الوسطاني هخليها تكمل ال 10 دقائق دول او ربع ساعه، وبعدين نكمل مع بعض سواها بعد ساعه. شوفوها لما تستوي كده يا حبايبي. طلعت صينيه المكرونه من الفرن، والله تاني انا حتى الشوايه من فوق ما شغلتها عليها، شايفين وشها عامل ازاي ما شاء الله، شايفين الحمار بتاعها ازاي زي الذهب اهي ما شاء الله عليها. هتبرد بس كده، انا حبيت اوريها لكم على طول وانا لسه مطلعاها من الفرن. هتبرد وهقطع منها خرطه وهوريكم قلب المكرونه عامل ازاي، ونشوفها مع بعض ان شاء الله. كده يا حبايبي انا قطعت خرطه المكرونه اهي، شايفين المكرونه عامله ازاي، شايفين اهي كده اهي كلها، بصوا طالعه كده ازاي. وكمان دي انا طلعتها والصينيه لسه سخنه، يعني كمان شايفين حتى انتوا لسه هي بتتهز ازاي، لسه طريه لسه، والصوص بتاعها لسه سخن وسايح فيها. فاهي لما تجمد كمان بتطلع خرطه بخرطتها جميله خالص. وبصوا قلب الصينيه اهو، شايفين قلب الصينيه عامل ازاي يا حبايبي، بعد ما قطعت بس كده اهو لسه ما عدلتهاش اهي. المكرونه اهي شايفين مكرونه جميله ما شاء الله، والله حلوه خالص. اتمنى ان كنتوا تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولو جربتوها بطريقتي وعجبتكم زي ما بعملها كده، وما بحط لهاش جبن برضو، اولادي ما بيحبوش فيها الجبن وما بيحبوش البشاميل اللي بتاعها باللبن زي ما عملناها كده مع بعض وشفناها بكل الحركات بتاعتها وكل الخطوات اللي انا بعملها بيها في البيت عندي. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتتفرجوا على الفيديو وينول اعجابكم، واتمنى لو الفيديو عجبكم ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان مستنيه تعليقاتكم على الفيديو دوت والفيديوهات التانيه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى الفيديو انه يعجبكم تاني مره ان شاء الله، واكون خفيفه عليكم. وكنت معاكم هيام الصفتي، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.